السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طبعا كلكم وحشتوني جدا جدا، أحداث كتير. الواحد كان واخد كده بيات شتوي، بكره الشتاء بصراحة، ما بيدينيش أي طاقة إيجابية أن أطلع أي حاجة، أعمل أي حاجة مفيدة. فيعني ربنا يسهل وينتهي على خير. فالنهاردة حبيت أطلع لكم لأن كان في موضوع مستفزني جدا 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 لصديقة عزيزة جدا عليا، فحبيت أن أنا أحكيه لكم وأتكلم فيه معاكم. طبعا أحيانا هنزل فيديوهات ديكور كده صغيرة، تبقى دقيقة أو دقيقة أو نص من حين لآخر، للناس المهتمية بالديكور. يعني الحمد لله أنا بفهم في الديكور وبحاول أن أنا أفهمه كويس كمان أكتر. فهنزل فيديوهات ديكور كده، لو حد بيجدد بيته أو شقته وعايز يشوفها، هي تبقى فيديوهات صغيرة دقيقة بس، يعني أو دقيقة ونص بالكتير. أما طبعا الأساسي بتاعنا هو البيوت والعلاقات الزوجية والكلام ده كله. النهاردة بقى هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن صديقتي وحبيبتي. هي صديقة عزيزة عليا جدا، ولكن عندها مشكلة وأنا وهي واقفين ضد بعض، يعني فاهمين أنا ليا رأي وهي ليها رأي. فتعالوا هحكي لكم المشكلة كده ونشوفها مع بعض، بحيث إن ممكن ناس كتير قوي تكون عندها نفس المشكلة. صديقتي دي طبعا وللأسف عايشة في بيت عيلة، حماتها تحتيها وحماها. طبعا دي حاجة كويسة والله العظيم، حاجة حلوة، بس لما يبقى الوضع سليم. لكن لما يبقى كمان حماها وحماتها دول مخلفين 3 بنات غير جوزها، هو جوزها هو الولد الوحيد، هي متجوزة في الشقة اللي فوقيهم، عندهم كمان 3 بنات، وال3 بنات يا جماعة مش متجوزين. يعني واحدة في الإعدادي، في أولى إعدادي، وواحدة في الثانوي، ثانوية عامة، وفي بنت كمان في الكلية. تمام، يعني الثلاثة صغيرين أصغر من جوزها. وبعدين صاحبتي دي المفروض انها بتعمل ايه؟ هي يعني حملت وولدت، جابت بنت معهاش اللي هي دلوقتي، وحتى مش عارفة تحمل تاني لانها ما عندهاش وقت. طيب البيبي الجديد ده هتعمل فيه ايه؟ المشكلة عندها انها بتنزل كل يوم الصبح تخدم حماها وحماتها. يا ستي ما فيش مشكلة، هنقول ثواب لله، بس كمان هي لازم تخدم ال3 بنات غصب عنها بدون اي مساعدة منهم. ازاي؟ انتي كده كده بتشتغلي، يعني المفروض كل يوم تصحي تشتغلي في شقتك. انت بقى ما بتشتغليش في شقتك لان شقتك على طول متروقه ونظيفه وكده، يبقى واجب عليكي لازم تشتغلي تحت بدل الشغل اللي هتعمليه فوق. انتوا فاهمين ازاي؟ هو كده. هي طبعا من الارياف، انا ما اعرفش الارياف كلها كده ولا لا، بس بعتقد والله يا جماعه معظمها كده. هي بتقول لي بنزل كل يوم الساعه 9:10، لو اتاخرت شويه يفضلوا ينادوا عليا من تحت، او يبعتوا البنت اللي هي في الاعدادي دي تخبط عليا، اصحي ماما عايزاكي، انت ما نزلتيش ليه لحد دلوقتي وكده. بتبتدي ان هي تاخد بنتها تصحيها وتغير لها وتلبسها وينزلوا على تحت علشان يبدأوا قصة الكفاح. ازاي بقى؟ بنتها بتلعب يعني وتجري في البيت بتاع حماتها، وهي بقى بتبدأ بتقول لي بدخل أوضة أوضة من بتوع البنات، بروقها ونظفها، لو ليهم هدومهم أو طرحهم أو أي حاجة مرمية في الأرض أو رمينها على كرسي، أنا اللي بلملهم، أحطهم الجزمة تحت السرير، أزبط لهم الأوضة، أرتب لهم الملايات والمفروشات، وأخلي الدنيا زي الفل. وهم بقى اللي راح المدرسة، اللي عندها درس، اللي قاعدة بتذاكر، ما بيقوموش من مكانهم، ما بيساعدونيش في أي حاجة. طيب تاني حاجة، خلصت لأوض البنات بطلع على الصالة، بروقها بخليها زي الفل، اخش على المطبخ اعمل، بتقول لي نعمل فطار على الساعه 11 12، عشان احنا يعني بنتغدى متاخر قوي عقبال ما جوزها يرجع من الشغل. فيبتدوا يعملوا الفطار على الساعه 12 مثلا، بعد ما تخلص ترويق البيت هي تقول لي ادخل واقعد اقلي بطاطس واسلق بيض ومش عارفه ايه، نفطر. بعدها بتقول لي يعني اخد بريك كده، ما فيش نص ساعه اقعد ارضع بنتي انيمها، الاقيهم بيقولوا يلا عشان نبدا في الغدا، اروح على طول داخله اعمل الغدا. الوحيده اللي بتقف تساعدني حماتي، يعني لو محشي ولا حاجه انا مثلا بمسك الكرنب اعمله وهي تسلقه ونحشي، يعني بيساعدوا بعض. لكن ال3 بنات ما لهمش اي دخل باي حاجه، لا بيروقوا لا بيعملوا حاجه في المطبخ ولا اي حاجه. بتدخل على الحمام تقولي ادعك الحمام اعمل كل حاجه، وفي الاخر خلصت ادخل اغسل مواعين الاكل اللي اتغدينا فيها، واخد بنتي اخر الليل لما جوزها بيكون جه من الشغل، وتطلع على شقتها بتقولي بكون حالي انهد وبنام. طيب انت ايه مشكلتك؟ بتقولي مشكلتي الوحيدة عدم التقدير، ان جوزي شايفني بعمل كل دوت ما بيقوليش كلام حلو، ما بيقوليش شكرا، ما بيقوليش يعني كتر خيرك ولا الكلام ده كله. بس انا يا جماعة مشكلتي مش ان جوزها ما بيقدرهاش خالص، انا مشكلتي ان هي بتعمل كده اصلا.
انا مش شايفه يا جماعه ان انت واجب عليكي، انا واجب عليكي تخدمي حماكي وحماتك. لو هم ناس فعلا عواجيز، ناس محتاجين ان حد يساعدهم، حماتك دي ست كبيره ومحتاجين يا شيخه والله محتاجين ونس، فبتنزلي تقعدي معاهم تونسيهم كتر خيرك وبكره هيقعد لك. لكن ان يكون حماتك دي اصلا عندها ثلاث بنات كبار يقدروا ينظفوا لها ويكنسوا لها ويمسحوا لها وتقدر كل واحده تروق اوضتها، وانت اللي بتنزلي تعملي كل دوت، انا اسفه انت معيشه نفسك في دور الخدامه. هي تقول لي انا كل مشكلتي ان هو بيرجع بالليل، مفيش تقدير، ما يقوليش كتر خيرك. بقول له مره ده انا هلكت النهارده في بيت امك، قال لها ما انت بتشتغليش في بيتك خالص وكل اكلك وشربك تحت. هو والله ليه حق يقول لك كده، هو يعني بيقول لك ايه يعني انت جايبه المهانه لنفسك، فمش عايزه الناس تهينك ازاي. فبتمنى طبعا ان انا اعرف رايكم في الموضوع. بلاش يا جماعه تحاولوا تذلوا نفسكم او تهينوا نفسكم زياده عن اللزوم، صدقوني محدش بيشكر كل الكلام ده. بتعملي لله، بس اعملي لله الحاجه يعني ايه، اعقلها وتوكل. اعمل لله حمايا راجل عجوز، حماتي ست عجوزه بحاول اساعدهم، لكن ما يكونش عندهم تلات عرايس وانا اللي بخدم وانا اللي بعمل كل حاجه وانا اللي بلم لهم هدومهم. انا شايفه ان ده وضع فيه اهانه وفيه مذله وفيه مشقه جامده جدا عليكي. اما تكوني بتخدمي جوزك وبنتك غير لما تكوني بتخدمي خمس أفراد غير جوزك وبنتك، وكمان من غير أي تقدير، فمهزلة بصراحة. بتمنى طبعا التوفيق، وبتمنى إن أنا أكون رجعت لكم تكونوا مبسوطين وفرحانين زي ما أنا فرحانة، ودايما تكونوا معايا وكلمتين مع شيماء. تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، ولو أي حد عنده موضوع عايز نتكلم فيه ياريت يكتب تحت في الكومنتات. مع ألف سلامة.